مساء على احلى متابعين حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يعني عندنا بقى فيديو جديد على القناه، انا ما عملتلكوش اي معجنات خالص ولا اي فطاير، والحمد لله الحمد لله انا برضو شاطره فيها جدا، فناس كتير طلبتها مني. يعني انا عملتلكوا انواع كتير قوي من الاكل واللحوم والاسماك والسلطات والصوصات. فنبتدي بقى شوية في موضوع المعجنات. النهاردة هنعمل البيتزا الإيطالي، سهلة جدا جدا جدا، مش هتشتروها من برة، أنا بقالي سنين مش بشتريها من برة خالص. هنعملها النهاردة، مكوناتها سهلة جدا ومتوفرة في أي بيت، واللي ناقص منك طبعا هتشتريه. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنقول اول حاجة احنا معانا كيلو دقيق، كيلو كامل، وياريت يكون نوع دقيق فاخر. يعني انا عن نفسي بستخدم الضحى. بالنسبة للمعجنات بيبقى شرط ايه؟ جودة الدقيق بتعتمد على عليها انك تطلعي معجنات كويسة. يبقى معانا كيلو دقيق، معانا واحد بيضة، معانا كيس لبن نيدو، او لو انت عندك علبة كمية كبيرة هتاخدي معلقتين كبار مليانين، معانا كوباية لبن دافية، او لو ما عندكيش لبن استخدمي مية، بس انا بحب استخدم اللبن، نص معلقة كبيرة سكر، سوري ملح، معلقتين كبار خل، ربع كوباية زيت، معلقتين كبار خميرة فورية. اللي حابب يحط انا يعني او ما يحطش براحته، ده معلقه بصل بودر كبيره وربع معلقه توم بودر، بيدي للعجينه طعم حلو جدا، معلقتين سكر كبار، بس المكونات مش اكتر من كده. يلا بينا بقى علشان نعجن مع بعضينا كده ونشوف هنعمل ايه. اللي عنده عجانة طبعا الموضوع هيبقى بالنسبة له أسهل وأسرع، لكن أنا مش متوفر عندي عجانة، فاللي مش متوفر عنده عجانة زيي يلا بينا بقى علشان نعجن سوا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي أول حاجة هنحط السكر بتاعنا، هنحط الملح، كل المواد الجافة هنحطها، هنحط الخميرة. في ناس بتحط الخميرة على حبة مية على حبة سكر، واول ما يبتدوا يفوروا ويشتغلوا بيهم، لا الموضوع يا جماعة مش مستاهل. احنا هو هنبتدي يعني بنحط الخميرة على الدقيق عادي. هحط الثوم والبصل البودر الرائعين اللي احنا كنت عملتهم لكم في البيت في القناة، يعني نزلت الوصفة، وممكن ابقى انزل لكم ايه لينك الثوم والبصل البودر ايه في البيت. هنحط بقى كيس اللبن البودر، اللي عنده زبادي ممكن يحط زبادي برضو بدل اللبن، بس طبعا مش هيبقى بديل في العجن عن المية، بس ممكن تحط برضو ايه زبادي. بعد كده هنقلب ايه المكونات دي كلها مع بعض كده عشان يتجانسوا مع بعض، ونضمن ان الدقيق كله جه عليه ايه، او بقى يعني الخميرة توزعت كويس. يعني في التقليب ده اهم حاجة شرط اللي هو موضوع الخميرة. بس كده نقلب بايدينا. بصوا هو فكرة ان انا البس جوانتي وانا بعجن والحاجات دي هتبقى رخمة وفيها اعاقة شوية، بس طبعا احنا منظفين ايدينا كويس جدا. ريحة الدقيق لوحده بالبصل والثوم البودر رائعين يا جماعة. بس خلاص انا قلبت كله مع بعض، هبتدي هحط البيضة وهحط الزيت وهقلب. بصوا الخطوات دي بالظبط زي ما بقول لكم كده، افضل اقلب كويس لحد ما نبص نلاقيها ايه العجينة بترمل كده مننا، عشان نفركها بايدينا كده. حاول نجيب برضو اللي تحت كده، وحاولي على قد ما تقدري تكوني بتعملي في طبق غويط، ده هيساعدك ايه كويس جدا. ان شاء الله برضو هقول لكم ايه التكات بتاعتها في السوا. انا مش هولع الفرن دلوقتي خالص، هي لازم تتحط في فرن حامي وبتتحط قريبة من النار وبتكوني متابعاها علشان ما تتحرقش منك ولا تنشف. ان شاء الله لما تعمليها بالطريقة دي مش هتنشف خالص. بصوا الدقيق بتاعي خلاص رمل،
هنزل بمعلقتين الخل وابتدي احط كوباية اللبن الدافي. وانا معايا برضو مية علشان اضيفها على العجين واحدة واحدة. هبتدي اعجن بايدي بالشكل ده. هضيف بقى المية. يعني نحط ايه بالتدريج المية علشان تبتدي ايه تلم معانا. في ناس يا جماعة بصوا المية مش بتتعاير، لان كل نوع دقيق ليه المية بتاعته. يعني بصوا انا حطيت اهو كوباية اللبن والايه والمية والعجينة لسه ملمتش، فهبتدي اضيف مية تاني. ثواني بس اجيب مية تاني. بصوا في ناس ممكن تقولي طب انا افضل احط مية لحد امتى؟ هقولك انت طول ما العجينة، طبعا لما نوصل بقى ان شاء الله للشكل النهائي، طول ما العجينة مش بتلم وبتلزق في ايدك تعرفي انها لسه ايه ان انت حطيتي مية زيادة. فهتبتدي تعملي ايه؟ هترش عليها دقيق. اول ما تحسي انها مسكت منك تبقى ايه ولمت خلاص، هتبقى تعرفي ان هو ده ايه القوام المطلوب ليها. طبعا هي بقى ايه بنفضل نعجن فيها بالشكل ده. بصوا انا طبعا قعدت اعجن فيها شوية، العجين كله لم معايا، بس لسه ايه ما اتجمعتش انها تبقى كورة واحدة معايا. هقوم عاملة ايه هديها رش الدقيق واكمل عجن. بصوا ابتدت تلم ازاي. خطوة العجن يا جماعة مهمة جدا. هديها رش الدقيق تاني صغيرين، ما تقلقيش خالص ده مش ايه مش بيبوظ المعيار بتاعك. اهم حاجة انها تربط معاكي وتبقى كورة واحدة. بصوا حاول ناخد اللي في الحروف ده. بصوا ابتدت تلم معانا ازاي. هفضل اعجن فيها بالشكل ده. يعني ايه؟ بصوا عشان بس يبقى قدامكم، هعمل رش دقيق صغيرة وبس خلاص كده، هلمها وارجع لكم على طول عشان ما اطولش عليكم الفيديو. احنا كل هعمله ان انا هفضل ايه اعجن فيها بس. بصوا العجينة لمت معايا خالص ازاي. بصوا اهم حاجة العجينة بتاعتي بقت حتة واحدة كده زي ما احنا شايفينها كده، ما شاء الله بقت تحفة. العجن كله خد مني تقريبا ربع ساعة، يعني ربع ساعة والايه ومن غير اي عجان ومن غير اي حاجة. هحط بقى معلقة زيت ذرة، معلقة صغيرة جدا. هعمل الطبق بتاعي كده بالشكل ده. حاول نطلع لفوق شوية عشان ايه هو ان شاء الله العجينة لما هتخمر هتعلى مننا. بس كده الجزء اللي فوق ده بس كده اهو. هعمل ايه بقى بعد كده؟ خطوة مهمة جدا جدا في العجن. هجيب الرول الاسترتش واغطيها بيه عشان التخمير بتاعك يبقى كويس جدا، ما ينفعش يدخل للعجينة اي هواء نهائي. فالرول الاسترتش ده بيساعد جدا ان الايه العجين بتاعي ما يدخلوش هوا. فانا هغلف الطبق كويس كويس جدا اهو بالشكل ده.
بصوا انا غلفت اهو العجينه بتاعتي، بصوا شايفين مش داخل لها اي هواء، علشان تتاكدي بتلفي من هنا ومن هنا بحيث ان ما يبقاش اي حروف، مش عايزين اي هواء خالص يدخل للعجين. هنعمل ايه كمان؟ اللي ما عندوش يا جماعه الرول الاسترتش ده، ممكن تغطي بصينيه تكون قد مقاس الطبق اللي انت بتشتغلي بيه، وتقومي مغطيه بفوطه. انا كده كده برضو بعد اللي انا عملته ده هغطيها برضو ايه بفوطه. هسيبها في مكان دافي، لو انت المكان عندك انت في الشتاء هتسيبيها ساعه وربع كده لحد ما تلاقيها ايه عليت. لو انت الدنيا حر وفي الصيف هتسيبيها من نص ساعه لساعه الا ربع، وتكوني قافلاها كويس ومغطيها. يلا بينا بقى هوريكوا بعد ايه ما تخمر هنعمل ايه. دلوقتي بقى نبتدي نشوف الحشوه بتاعتنا. الحشوه بتاعتنا انا هعملها ان شاء الله النهارده بالسوسيس. انا كنت ناويه كمان اضيف ليه اللي هو السلامي المدخن، بس للاسف فتحت التلاجة لقيت الولاد بلهنا وشريفة كلوه، فبيبقى حلو جدا لما بيبقى السلامي فيه من فوق البيتزا، بس مش مهم، انا بحب طعم ايه بالسوسيس. كمان الحشوه اهي براحتك، انت عايزه تعمليها بالفراخ، عايزه تعمليها بالتونه، عايزه تعمليها بالسي فود، طبعا كل ده براحتك، بس الاساسيات اللي موجوده عندي انا في طريقتي انا المايونيز. هتستغربوا جدا، المايونيز رائع في البيتزا، لما بتحطي طبقه في الارضيه بيدي طعم حلو جدا وبيخلي العجينه بتاعتك طريه. المايونيز ده انا عاملاه في البيت، ان شاء الله هبقى انزل لكم الطريقه بتاعته. بس كل اللي طالبه منكم بقى ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتكتبوا لي في التعليقات، لان صدقوني التفاعل مع القناه بيخلي الفيديو قوي، لان انا بعاني من مشاكل كتير قوي على اليوتيوب، فتفاعلكم ده بيحل لي كل المشاكل. فيعني زي ما انتوا طريقتي بتعجبكم واسلوبي بيعجبكم والاكل اللي بقدمه لكم بيعجبكم، انتوا كمان يا ريت تساعدوني بتفاعلكم بالقناه علشان انزل لكم وصفات حلوه كتير باذن الله بمشيئه الرحمن. فاحنا دلوقتي معانا المايونيز، معانا الصلصه بتاعه البيتزا، ومعلش مش هعملها معاكم في الفيديو ده، ان شاء الله في فيديو تاني اعملها معاكم، لان انا بس بعمل كميات وعلشان الموضوع يبقى سهل بخزنها في الفريزر، فهي متخزنه. بس هقول لكم طبعا الطريقه، انتوا هتجيبوا نص كيلو طماطم هتحطوها في حله، هتقطعوها تقطيع عشوائي يعني انصاص كده او ارباع، هتحطوا عليها بصلايه صغيره وثلاث فصوص ثوم وتسيبوا. معرفش بس بعتذر منكم لان التليفون فصل، فهقول لكم الطريقه من الاول. هتجيبوا نص كيلو طماطم هتقطعوهم انصاص، هتحطوهم في الحله زي ما هم كده، هتحطوا عليهم بصلايه صغيره متقطعه اربع ارباع، هتحطوا عليهم ثلاث او اربع فصوص ثوم ومع ربع كوبايه ميه. بمجرد ما هيغلوا الميه الطماطم هتنزل الميه بتاعتها، والبصل هيتهري والثوم هيتهري، هتضربوهم في الخلاط لحد ما ينعموا جدا، هتحطوا عليهم زعتر وهتحطوا عليهم بودره ثوم وبودره بصل ورشه ملح وفلفل اسود بس، وهتكون ايه الصلصه بتاعه البيتزا جاهزه معاكم ان شاء الله. في الفيديو اللي جاي هعملها ايه معاكم. المكونات زي ما قلنا، طماطم متقطعه شرايح، السوسيس حسب رغبتك وحسب المكونات اللي عندك، مايونيز وصلصه ايه البيتزا، زيتون اخضر مقطع، زيتون اسود مقطع، وشرايح ايه فلفل رومي، ودي جبنه موتزاريلا برده. ان شاء الله بتفاعلكم معايا هنزل لكم الطريقه، كميه الجبنه الموتزاريلا اللي انتوا هتشوفوا قوامها الرائع التحفه بسم الله تبارك الله بتطلع معايا حلوه جدا. الكميه اللي انتوا شايفينها دي طالعه من 2 كيلو لبن، مكوناتها سهله جدا وسهل جدا اي ست بيت تعملها. هنزل لكم برده الطريقه بتاعتها قريب، بس شجعوني علشان انزل لكم حاجات حلوه كتير. وكمان معانا زعتر بس عشان انا ما طلعتوش هنستخدمه واحنا في طريقه الحشو. زعتر برده، الزعتر من احلى الحاجات، من احلى التوابل اللي لازم تترش مع البيتزا في الشكل وفي الطعم. دي المكونات الحشوه بتاعتنا. انا سايبه العجينه بتاعتي تخمر، بمجرد ما هتخمر هوريكم بقى هنعمل ايه. الكيلو اللي احنا عملناه، المقدار العجينه اللي احنا عملناه بيطلع لك اربع بيتزات لارج كبار. حابه ان انت تقسمي القطعه الواحده، احنا هنقسم ان شاء الله العجينه اربعه، حابه تعملي بيتزا صغيره هتاخدي الكوره الواحده تقسميها اتنين وتعملي بينها بيتزتين صغيرين. خلاص كده تمام. في حاجه تاني كنت حابه اوريها لكم، انا ان شاء الله هحشي البيتزا اللارج بالسوسيس.
عشان احشيها بالسوسيس ما ينفعش احطها السوسيس كده، هصغر السوسيس شوية بالشكل ده اهو كده كده. بصوا هنقطعها ايه بالشكل ده من هنا ومن هنا، اهو اعمل لكم واحدة كمان اهي كده اهو. هنقسم الواحدة على ثلاثة. انا بس حبيت اوريكم عشان وانا بحشيها بحشي الطروف، انا هحشي الطروف بتاعتها بالسوسيس عشان ايه نشوف هتبقى شكلها عاملة ازاي، وان شاء الله هتعملوا البيتزا وهتجربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. وبجد بجد بجد ما حدش يدخل يتفرج ويخرج، ما تنسوش اللايك وقولوا لي رأيكم في التعليقات وشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد، وان شاء الله اول ما العجينة تخمر هرجع لكم على طول بإذن الله. زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله العجينة بتاعتي اتخمرت حلو جدا، شايفين الاسبونش اللي هو شايفين ارتفع ازاي، ده ايه نتيجة التخمير. هبتدي افتح عليها بقى شكل التخمير بتاعها ده بيأكد ان ايه العجينة ما شاء الله اتعملت صح. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ شيل بقى البلاستيك ده كده، هنزل بقى الايه التخمير بتاعي ده، افرغ الهواء كده. شايفين بسم الله تبارك الله العجينة حلوة جدا ازاي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبتدي اقسمها اربعة. انا طبعا غسلة الرخامة كويس جدا وغسلاها بخل كمان، لان انا موسوسة شوية في موضوع النظافة ده، لان الخل بيقتل ايه اي ميكروبات. هجيب بقى العجينة بتاعتي اهي بسم الله ما شاء الله، هقسمها اربعة بالشكل ده اهو كده. بالشكل ده كده برضو، وهحطها تحتها الدقيق والجزء الباقي برضو هقسمه اهو كده اهو. حاسه قسمت دي كبيره شويه ودي صغيره، على العموم انا كده كده عايزه اعمل واحده كبيره اللي احنا هنحشيها. هرش عليها بقى على العجينه من فوق رش الدقيق، ودي خطوه مهمه تانيه برضو يا جماعه، هحط عليها بصوا ثواني بس عشان انا ايه ما حضرتوش. ثواني وهرجع لكم على طول. بصوا ده كيس من اكياس التلاجه اللي بتبقى موجوده في كل بيت. هعمل ايه؟ هغطي العجينة بتاعتي بالشكل ده واحط عليها فوطة نظيفة واسيبها تخمر تاني. الخطوة دي يا جماعة صدقوني مهمة جدا، لو انتوا شفتوا عند اي حد ممكن ما تلاقوهوش بيعمل الخطوة دي، بس صدقوني دي خطوة مهمة جدا علشان البيتزا بتاعتك تطلع حلوة جدا. فهسيبها تخمر يعني 10 دقايق، مش هقولك ربع ساعة او نص ساعة، لا ده هي 10 دقايق هسيبها بالشكل ده. بعد ما حطيت الكيس هحط عليه الفوطة واسيبها شوية وارجع لكم على طول. بصوا انا سبتها اهي 10 دقايق، هبتدي بقى اشيل. شايفين ما شاء الله عليت ازاي؟ اي سوري معلش. شايفين العجينة عليت ازاي؟ انا كل الغرض من الموضوع ده، ومش كل الناس بتعمله، بس انا علشان بعمل بيتزا كتير فانا في حاجات طبعا بتبقى اضافة من كل ست، فانا حبيت زي ما اسم قناتنا من الاخر انا بجيب لكم كل وصفة من الاخر. فدي تجربتي في البيتزا، بتعمل يعني خطوة جدا حلوة جدا. انت بتسيبي العجينة ترتاح، شايفين العجينة ما شاء الله هشة وجميلة جدا، ملمسها حلوة قوي. انا هعمل ايه؟ هجيب سيرفيس هحط فيه العجين اللي انا ايه
مش هشتغل بيه دلوقتي. هسيب بقى دي اللي انا هشتغل بيها ان شاء الله دلوقتي وهغطيه بالكيس البلاستيك وهغطيه برضو ايه بفوطة. على فكرة انتوا ممكن تشيلوه في الفريزر بالشكل ده، بتحطي كل واحدة في كيس تخزين وتلفيها كويس وتحتفظي بيها في الفريزر، بس مش مدة اكتر من اسبوع مثلا عشان هيبقى طعمها مش حلو. يعني ان ممكن تعمليها تكوني مثلا ايه عملتي الكمية وانت عايزة واحدة بس ليكي ولجوزك، انتوا مثلا اسرة صغيرة، هتروحي شايلة الباقي في الفريزر بحيث ان انت ما تيجي تستخدميه ايه على طول. وان شاء الله يا جماعة ان شاء الله ان شاء الله هعمل لكم كذا نوع من انواع الفطاير، وهعمل لكم بعجينة البيتزا فطاير محشية تحفة، فطاير مقفولة، فطاير سورية كده حلوة جدا جدا جدا. فيعني تابعوني وان شاء الله هتاخدوا مني شغل عالي. بصوا هنعمل ايه بقى، نفرد بالنشابة. بصوا بقى اللي ما عندوش نشابة يعمل ايه. انا لما ما كانش كنتش لسه جبت النشابة، يعني انا احب اتصرف، يعني هسكت؟ لا مش هسكت. هتعملي ايه؟ عارفين اللي هي الكرتونة بتاعت الورق الفويل، احتفظي بيها في مكان كويس او غلفيها بحاجة كويسة تبقى نظيفة واشتغلي بيها، تديكي نفس النتيجة. يعني ايه ما تعسفيش نفسك، اتعاملي عادي. بصوا العجينة بقى مش عايزينها ولا تخينة ولا رفيعة، لو تخينة هتبقى معجنة منك وطعمها ايه مش حلو. يعني انا بصوا حاسة كده، حاسة ان الايه ان الكمية دي كبيرة شوية. هعمل ايه؟ هاخد منها جزء بس كده، جزء ده ممكن اعمل منه ميني بيتزا، وان شاء الله هعمل لكم ميني بيتزا برضو، يعني هدلعكم ما تقلقوش. بصوا هفضل افرد فيها كده، هو سوري بقى الكاميرا مش جايبة كله، انا بفرد ايه فيها بالنشابة كده اهو. بصوا التخانة بتاعتها ايه، يعتبر ايه كده، لا تخينة ولا رفيعة. بس يلا بينا بقى علشان ناخدها على الصينية. بصوا دلوقتي انا عندي اللي هي الصواني بتاعت البيتزا اللي هي بتبقى الرفيعة دي، ما عندكيش برضو صرفي نفسك، فأي اي صاجة عندك، اي صينية كيكة اللي هي الارتفاعات بتاعتها بتبقى اعلى كده ما فيهاش مشكلة خالص، هتحطي ورقة زبدة. بصوا ورقة الزبدة الفرخ ب 3 جنيه من اي مكتب، مهم جدا في المعجنات وفي الكيكات، بيعمل لك ما بيديش طبقة بسرعة من تحت. انا حطيت زيت وفرشت طاقي ورق الزبدة. دلوقتي انا هعمل البيتزا في الصينية دي، حاسه ان دي ايه اكبر منها، هعمل ايه؟ هروح عامله كده وهقطع العجينه الزياده بتاعتي، لان ما ينفعش الحروف بتاعتي يبقى فيها ايه عجينه زياده عن اللزوم. بس هشيل بقى دول الزيادات، برضو هشيلها. بص هكورها كده بس كده، وهحتفظ بيها مع ايه بقية العجينة. هشيل بقى الصينية كده، سوري، هبتدي بقى احط العجينة بتاعتي واسويها كده في الصينية. انا عن نفسي بحب البيتزا ما تبقاش العجينة بتاعتها رفيعة، وبحبها زي ايه نص سوا، ما بحبهاش ناشفة ولا ايه ولا يعني متحمصة جامد. هعمل ايه؟ هروح اقعد انغز بالشوكة كده. ده الموضوع ده ليه؟ علشان العجينة بتاعتي تتنفس اثناء ايه السوا، ده بيساعدها انها تتنفس وتستوي كويس جدا. فيا جماعة دي خطوة مهمة جدا اوعوا تنسوها، لان الناس اللي بتقول ان العجينة يعني بتنشف منهم من الحروف وقلبها مش مستوي، لان هم اكيد نسوا يعملوا الخطوة دي. بس انا خلاص اهو، سوري معلش اهو، بصوا
انا عملتها ازاي اهو بالشكل ده. زي ما قلت لكم الخطوه دي ايه مهمه جدا. هجيب بس الحاجات بقى بتاعه الحشو وارجع لكم على طول. بصوا دلوقتي انا ابتديت ان انا احشي البيتزا، اوكي؟ اثناء ما انا خلاص ابتديت احشي هروح مولعه الفرن. او معلش انا بس نسيت اقطعها. هروح ايه مولعه الفرن. هعمل ايه بقى؟ هقطع الحروف دي كده عشان زي ما قلت لكم انا هحشي الحروف بتاعتها اهو اهو. معلش سوري اهو. بص هنقطع كل الحروف كده. انا اسفه اني بطول عليكم بس انا بقى ايه بديكم الخطوات بالظبط عشان لو ايه حد بس ما يسالني مش هعرف اشرح اهو. بس كده هجيب بقى السوسيس اللي احنا قطعناه واعمل كده اهو. انا قطعت اهو الحته دي اهو. بص زي ما احنا شايفين انا قطعت اهو الطرف بتاعها. هروح جايبه السوسيس همط العجينه كده شويه في ايدي واروح لفه السوسيس حواليها كده واروح قافله الطروف بتاعه العجينه اهي شايفين. هروح عامله حاجه تاني. انا هحشي طرف سوسيس وطرف جبنه موتزاريلا عشان نبقى عارفين الجبنه الموتزاريلا مش بتتحط ايه في الاول، ماشي؟ علشان ايه عقبال بس ما البيتزا تستوي بنحطها ايه بتستوي نص سوا بنحطها ايه في الاخر اهو. انا هعمل طرف جبنه موتزاريلا، هفرد العجينه كده بايدي، جبنه موتزاريلا وايه وطرف سوسيس اهو بالشكل ده. وهاخد جبنه موتزاريلا وانا بمط العجينه في ايدي بفردها وبسحبها على طرف الصينيه. بصوا اهي كده وانا بقفلها كويس يعني بضغط على الطروف كده اهو. بصوا بصوا بضغط على الطروف كده. هبتدي بقى اعمل الصينيه كلها وارجع لكم على طول عشان ما اطولش عليكم. خلاص انا حشيت طروف الصينيه كلها. هعمل ايه؟ هاجي بالسكينه وافصل ايه اللي انا حشيتهم كده، ما ادخلش على البيتزا يعني. انا بس ايه هفصل الحروف، هما كده كده اكيد هيلزقوا في بعض يعني، بس ايه على قد ما اقدر احاول افصلهم شويه. ولا تقولوا لي بقى بيتزا هات ولا الكلام ده كله، احنا هنعمل اجدع بيتزا في البيت يعني. شوفوا احنا اقل مشوار للبيتزا يعني بيتصرف فيه 500 جنيه عشان تشبعوا يعني وتاكلوا بيتزا الاسره كلها. لا احنا نعملها في البيت وايه ونبقى مبسوطين. هحط معلقه بس من المايونيز هفرشها بقى بالشكل ده. صدقوني المايونيز بيبقى طعمه حلو جدا. مش كل الناس بتعمل حاجات كتير من اللي انا عملتها بس دي طريقتي، ان شاء الله تعجبكم والله بجد جدا. انا جوزي بيحب مني البيتزا هو والولاد جدا. بصوا زي ما احنا شايفين الصلصة انا منعماها جامد جدا ومصفياها اهو. هفرش كده بس كده. ثواني بقى ايه عشان نسيت اجيب الزعتر، مش عارفة ايه مشكلة الزعتر النهاردة. ثواني. بصوا ده شكل الزعتر يا جماعة، تحسوه شبه الكمون كده شوية. ده أساسي في البيتزا، بيعمل ريحة رهيبة زي بتاعة بره وأحسن 100 مرة. فالزعتر لازم يا جماعة، وبيتجاب سهل جدا من العطار ومش غالي يعني. بس كده رشيت الزعتر بالفرشة اللي أنا عملت بيها الخليط ده، بمسح كده عشان يديني لون حلو للطروف بتاعتي.
بس كده تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط الفلفل. الفلفل برضو طعمه اساسي في البيتزا على فكرة. اللي حابب يحط بصل اوكي، دي حسب راحتكم، بس انا ولادي مش بيحبوه. فاهي هنحط الطماطم. على فكرة انتوا لو ما عملتوليش لايك انا هزعل قوي على فكرة بجد، انا بقول لكم اهو. هنحط بقى الزيتون برضو، اللي حابب ما يحطش زيتون اخضر براحتكم. الحشوة دي براحتكم يا جماعة، فننوا يعني ايه، كل حد يفنن. شوفي جوزك بيحب ايه، شوفي ولادك بيحبوا ايه، انتي بتحبي ايه، على رأي دينا الشربين يحب نفسك. فايه يعني حبي نفسك واعملي البيتزايه بتاعتك بالطريقه اللي انت عايزاها. انا مكتره زيتون شويه عشان بس ما حدش يقول كل ده زيتون، لان انا بحب الزيتون في البيتزا جدا. بس كده يا رب ما اكون نسيت حاجه. احط بقى السوسيس، انا بحب الحشوه كتير يعني بصراحه. بس كده كده تمام جدا. بس هبتدي بقى ايه، احطها في الـ في الـ في الفرن. انا مولعه الفرن زي ما قلت لكم، هحط البيتزا في الفرن ايه، في الرف اللي تحت. هفضل قاعده قدامها وكل شويه بايه، باي حاجه هرفع الطروف كده، لقيت الطروف خدت لون محمر كده هبتدي ايه، اروح مطلعوها يعني دوبك تصفر اطلعها واحط ايه الجبنه الموتزاريلا. اول ما هتوصل للدرجه دي هرجع لكم طبعا باذن الله على طول، وهقول لكم ان شاء الله هحسبها لكم بالدقايق قعدت ان شاء الله قد ايه. انا نقلت البيتزاية على السيرفيس اهي، حابه اوريكم شكلها من قريب. شايفين عاليه ازاي ما شاء الله، حلوه جدا جدا. نقطعها بقى انا اسفه اني بجري ريقكم يعني معلش، بس انا طلبت مني البيتزا فكان لازم ان انا اعملها طبعا. نحاول نقطعها كده ايه كل الدايره كل شريحتين. انا بقطعها عشان حابه اوريكم العجينه من جوه. اولا الطروف هتتاكل كده، شايفين هي بس سخنه قوي، شايفين البخار طالع منها ازاي. بصوا دي لوحدها كده يعني نوع من انواع المعجنات طبعا، ادي زي ما انتم شايفين. بصوا مش عارفه اقطعها لانها يعني سخنه نار. بصوا ايه رايكم بقى، اوريكم قريب. شايفين البيتزا بتاعتنا حلوه ازاي، جربوها والطريقه ان شاء الله هتطلع والله احسن من بتاع البر. وبالف هنا وشفا عليكم، هجيب لكم برضو البيتزايه التانيه واوريها لكم شكلها عامل ازاي.